معنا من لندن هاتفيا فهد الخلف الرئيس التنفيذي لشركة سبي ماكو الدوائية. أهلا بك أستاذ فهد. أبدأ معك أستاذ فهد، يعني ما هي تفاصيل هذه الاتفاقية وما أهداف هذه الاتفاقية أيضا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. على الاستضافة. ولا شك أن هذه الاتفاقية تعتبر شراكة استراتيجية وتكتسب أهمية كبيرة، خاصة وأنها تتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله للمملكة المتحدة. ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين شركة سبي ماكو وشركة أسترازينيكا البريطانية لا شك أنها تأتي انطلاقا من برنامج التحول الوطني 2020 الذي يعتبر أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى رفع نسبة صناعة الدواء في السوق السعودي من 20 إلى 40% بحلول عام 2020 إن شاء الله. نعم. وبالنسبة للمذكرة لا شك أنها تعتبر شراكة استراتيجية، حيث أنها إن شاء الله سوف تعمل على توطين ونقل تقنية عالية الدقة إلى مصنع سبي ماكو الدوائية بالقصيم، مما يترتب عليه تطوير وتدريب الكوادر الوطنية إن شاء الله للالتقاء بصناعة الدواء. طيب هذه الاتفاقية تفضل أستاذ عذرا أستاذ فهد عن المقاطعة، ولكن ماذا عن هذه التفاصيل، تفاصيل التقنية، هل ستكون فارقة في النتيجة لهذه الشركة؟ أكيد طبعا، لأن هذه الأصناف هذه أصناف عالية الدقة وتحتاج إلى وحدة إنتاج خاصة، وكما أعلنت الشركة أننا سوف نقوم إن شاء الله الآن في مشروع جديد لإنتاج المستحضرات الخاصة بالأورام، ومن ضمن هذا المشروع في وحدة لإنتاج الأدوية العالية السمية التي تحتوي هذه الاتفاقية. نعم. فبالتالي هناك توطين لهذه الصناعة، فبدلا من الاستيراد الشركة سوف تقوم بتصنيع جميع هذه المنتجات في مصانع الشركة، وإن شاء الله سوف تصل مبيعاتها إلى 300 مليون ريال سعودي سنويا. فلا شك أن هذه نقلة جدا مهمة في تطوير صناعة الدواء في المملكة ورفع نسبة الصناعة المحلية. أستاذ فهد عذرا عن المقاطعة مرة أخرى، ولكن لأنه لدي محاور كثيرة، لكن سؤال الأخير أستاذ فهد، هذه الاتفاقية كيف ستعكس أو كيف ستنعكس على التدريب وتطوير الكوادر الوطنية؟ لا شك أن هذه طبعا كما ذكرت أن هذه الأصناف عالية الدقة وتحتاج إلى وحدة إنتاج خاصة، ومن ضمن الاتفاقية أن سوف يكون هناك تدريب للكوادر الوطنية في إنتاج مثل هذه المنتجات، وسوف تكون نقلة نوعية في صناعة الدواء في المملكة. فهذه من الاتفاقيات الدقيقة والتي تحتاج إلى وحدة إنتاج خاصة، وبالتالي سوف تنعكس إن شاء الله على سواء على مستوى الكوادر الوطنية أو على مستوى التجهيزات والتقنية التي سوف يتم نقلها، فلأنها تصنيع بالكامل، سوف تكون هذه الاتفاقية تصنيع بالكامل في مصانع الشركة في منطقة الخصيم، وهذا لا شك أنها تأتي مواكبة للخطة الاستراتيجية الشركة التي أقرها مجلس إدارة الشركة، والتهدف للتوسع والانتشار والدخول في مجالات جديدة. ونتمنى إن شاء الله، ولا شك أن هناك دعم كبير من جميع المسؤولين في مثل هذه الاتفاقيات ولتطوير صناعة الدواء، وصناعة الدواء من كما تعلم من الصناعات الدوائية من الصناعات الحساسة والتحتاج إلى تقنية عالية، وهناك دعم كبير، وإن شاء الله تنعكس إن شاء الله على المستوى بإذن الله الوطني بشكل بحيث نوفر إن شاء الله أدوية للمريض بمواصفات عالية جدا، وضمن خطة الشركة إن شاء الله رضا جميع المرضى وتقديم خدمات صحية متميزة. نعم الله. نعم، كان معنا من لندن فهد الخلف الرئيس التنفيذي لشركة سبي ماكو الدوائية. شكرا جزيلا لك أستاذ فهد على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل أيضا.